خلينا يجري المريض خالد محسن الشاعري الذي يزن 610 كيلوغرامات يجري فحوصاته الطبية في مدينة الملك فهد الطبية بعد أن وصل إلى الرياض يوم أمس. هذا واستخدم الفريق الطبي رافعة لإخراجه من منزله، ومن ثم تم نقله عبر طائرة تابعة للقوات الجوية، وشارك في عملية نقل المريض 31 شخص من أفراد الدفاع المدني. نتابع هذه القصة مع زميلنا هاني الصفيان. يتم إخلاءك بسلام وصول منذ 3 سنوات لم يرى الشمس ولا يعلم ما يحدث خارج غرفته التي تبلغ مساحتها 16 مترا. خالد ابن منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية والبالغ من العمر 22 عاما، اضطر أن يستلقي على 3 أسرة بسبب السمنة المفرطة. خالد يبلغ عرضه الآن 1.70 متر ويزن 610 كيلوغرامات، وبأمر من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تم نقله إلى العاصمة الرياض لعلاجه في مدينة الملك فهد الطبية. الحدث ممزوج شيء من الخوف وشيء من الفرح. خوف أنك تخش يحصل لحاجة، وإن كان ولله الحمد وضعت خطة مدروسة وجيدة وحتى فرضيات، لكن برضو الإنسان دائما يعني يضع أسوأ الاحتمالات، ولله الحمد كان الزملاء في تواصل في كل يمكن 5 دقائق من نقل يتواصلون معنا أنه عدينا المرحلة الأولى، عدينا المرحلة الثانية، عدينا المرحلة الثالثة، إلى أن ولله الحمد نزل لمدينة الملك فهد الطبية. منذ السنة الثانية من عمره بدأ وزنه في النمو السريع حتى قيد طفولته وحركته ونشاطه ونطقه، فهو بالكاد يتحدث، كما تمت صناعة كرسي خاص وسرير خاص وآلة خاصة لحمله. لما نواجه حالات زي كذا عندنا عدة أمور مهمة جدا. أولا كيف نتعامل مع الحالة سواء نقل وغيره كما ذكرنا خالد بشكل عام، لكن كشخص بدين هناك القلب، هناك التنفس، هناك حركة الأرجل وما إليها، هناك الدهون الكبيرة جدا داخل البطن للتعامل معها صعب، فيجب تحذيره من هذه الزوايا. ممكن تجيب لك مريض وكثير من الناس يسألون يا دكتور ليش في وفيات في عمليات السمنة. ابتسامته بعد أن بدأ أولى مراحل العلاج تعبر عن الأمل بالشفاء والعودة لحياته الطبيعية بعد 20 عاما من المعاناة. هاني صفيان، العربية، الرياض. نتابع حالة خالد معي من الرياض الدكتور محمود اليماني المدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض. أهلا بك دكتور، شكرا على وجودك في نشرة الرابعة. واضح أنه خالد حالته المعنوية ممتازة، لكن نريد أن نسأل ما الذي ينتظر من علاج وما مقدار الأمل لعلاج خالد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم على هذا على الاستضافة وعلى التعاطي المهني مع الخبر. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لخالد، أهلا بكم. بالنسبة للمريض خالد، صدر التوجيه السامي الكريم بنقله ابتداء من منطقة جيزان إلى مدينة الملك فهد الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم علاجه. طبعا هذه ثقة كبيرة من المقام السامي الكريم في مدينة الملك فهد الطبية تعتز بها. بالنسبة للمريض، المريض كان يعاني من تضخم في البنكرياس منذ الولادة، وهذا أدى إلى حدوث زيادة في الوزن وزيادة في إفرازات البنكرياس اللي هي هرمون الإنسولين تحديدا. اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في سن مبكر جدا لاستئصال جزء من البنكرياس. وبفضل الله سبحانه وتعالى أجريت العملية، أجراها معالي الدكتور عبد الله الربيعة كان جراح الأطفال في ذاك الوقت، ونجحت نجاح جيد، والحمد لله من نتائجها أن المريض ما زال عايش. طبعا كانت بعد ذلك بدأت مشكلة السمنة وزيادة الوزن واستمرت وأفرطت إلى أن أصبح أكبر وزن معروف عالميا الآن اللي هو 610 كيلوغرام،
مما استدعى الكثير من التخطيط الحقيقة لنقله. عملية النقل في حد ذاتها عملية استغرقت 5 أشهر لأن كان فيها الكثير من التحديات، من ضمنها مثلا صناعة أجهزة خاصة بالمريض خالد لعملية نقله، أولا من داخل البيت من الدور الثاني في بيته إلى الدور الأرضي، وبعدين بعد ذلك نقله من البيت إلى طائرة الإخلاء، ومن ثم من طائرة الإخلاء إلى إسعاف أيضا مجهز بطريقة خاصة، وأخيرا إلى مدينة الملك فهد الطبية، حيث التجهيزات التي استغرقت وقت طويل جدا، من ضمنها بناء سرير خاص وبناء رافعات خاصة. طبعا هذه العملية يعني قد يستطيلها بعض الناس أنها أخذت 5 أشهر، لكن هي في الواقع كان ممكن تأخذ إلى سنة، ولولا تضافد الجهود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بين جميع القطاعات بما فيها وزارة الصحة ومدينة الملك فهد الطبية والدفاع المدني في منطقة جيزان ومنطقة الرياض والإخلاء الطبي والإخلاء الجوي. لولا تضافد الجهود بعد توفيق الله ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فهو وقت قياسي الحقيقة. طيب دكتور، بالنسبة للوضع الصحي، بالنسبة للوضع الصحي، جنس لم تسجل حتى الآن شخص بوزن خالد، بمعنى أنه خالد يعتبر الأعلى وزنا في العالم، لدي دقيقة واحدة وأسهل هنا، كم ستستغرق مسألة علاج خالد؟ هل سيبقى في المستشفى يعني فترة طويلة؟ وكيف هي الآمال؟ أدنى دقيقة. نعم طبعا فترة العلاج فترة طويلة، وتبدأ بأدوية، طبعا تبدأ بالفحوصات أولا، ثم تبدأ باستخدام أنواع من الحمية وأنواع من التغذية الخاصة. بالنسبة للتطور أو التقدم في العلاج بيعتمد على حجم فقد الوزن اللي بيحصل خلال الفترات الأولى، فإحنا ابتداء نقول لن نستطيع أن نحدد المدة اللي ممكن يبقاها خالد في الرياض إلا بعد 3 أسابيع الأولى اللي نشوف فيها ونقايس فيها من قبل الفريق الطبي المتكامل اللي بيشرف على علاجه نسبة نزول الوزن. قد يستدعي كمان مستقبلا يعني خلال الأسابيع الجاية بيحدد هذا، هل يستدعي مثلا تدخل جراحي من نوع أو آخر، هل فقط يكتفى بالأنظمة الغذائية، كل هذا بيبان خلال الفترة الجاية من الأسابيع القادمة. الأمل إن شاء الله كبير. طبعا في إلى الآن من بداية التعامل مع الحالة من تقريبا 5 أو 6 أشهر من الفريق الطبي بدأ الوزن في التناقص الآن، وتناقص بشكل جيد، ولكن يعني ما وصلنا إلى الآن إلى أرقام تعتبر يعني تعتبر إنجاز، ولكن النزول بدأ النزول في الوزن وبإفادة الفريق الطبي، وطبعا نتوقع أن يستمر النزول في الوزن في خلال الأسابيع الجاية، وهذا اللي يحدد لنا المسار النهائي للعلاج. نتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا على وجودك معنا في نشرة الرابعة دكتور محمود اليماني المدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية في الرياض.